بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم انطلقت الدورة الأولى لمهرجان الشارقة للتمور بتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة. طبعا هذه الدورة الأولى شهدت مشاركة متميزة من جميع الشركات والمؤسسات سواء في دولة الإمارات أو الدول العربية وأيضا دول متخصصة في إنتاج وتغليف وتعبئة التمور. نحن اليوم نشهد في هذه الدورة بشكل مباشر سواء للمستهلكين أو التجار أو المصنعين في المواد الغذائية التي تتعلق بالتمور. أيضا سوف يشهد هذا المعرض هناك إعداد وجبات وطباخين متخصصين في مجال إعداد وجبات التمور أو ما يتعلق بصناعة التمور. يعتبر التمر هو فاكهة الخليج، يعتبر التمر يمكن هو المنتج الأول في دولة الإمارات، وخاصة أن هذا المعرض يتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، فهي فرصة كبيرة سواء للمستهلكين والمصنعين والتجار للتواجد عن قرب لوجود هذه الثمرة المباركة.